السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء المرحلة الثانية الدراسة المسائية قسم الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي. نبدأ اليوم بالمحاضرة مادة الحاسوب. أخذنا بالمحاضرة السابقة تبويب الصفحة الرئيسية الهوم، واتطرقنا إلى مجموعتين من عدها اللي هي الكليب بورد والفونت، وتعرفنا على كل الأوامر اللي تخص المجموعتين، مجموعة الحافظة الكليب بورد والأوامر مالتها، وتطرقنا إلى مجموعة الخط الفونت والأوامر مالتها. نجي اليوم إن شاء الله نتطرق إلى مجموعة الالاينمنت اللي هي مجموعة المحاذاة. مجموعة المحاذاة تشمل عدة أوامر، تشمل محاذاة للأسفل ومحاذاة للأسفل ومحاذاة للوسط والمحاذاة للأعلى، وتشمل محاذاة النص إلى اليسار وإلى اليمين وإلى التوسيط. يعني نأخذ مثال نطبق عليه محاذاة النص بالاتجاهات اللي أخذناها للأسفل وللوسط وللأعلى واليسار واليمين والتوسيط. نأخذ المثال نطبق عليه محاذاة النص للأسفل والوسط وللأعلى. نأخذ هنا مثال، نكتب مصطفى يسر مودي، هذا موجود عندكم المثال بالكتاب. نجي إلى النص مصطفى مثل، أنا أريد أعلى يكون محاذاة النص للأعلى. طبعا هنا شوية الخلية نطيها نكبر الخلية على مود نعرف أنه النص وين حيكون اتجاهها أو محاذاتي، فنحدد مثل مصطفى يكون بالاتجاه إلى الأعلى، فحيكون النص مصطفى إلى الأعلى. نجي ياخذ الخلية اللي هي يسر نخليها بالوسط، فحنلاحظ أنه تكون الخلية بالوسط. نجي ناخذ الخلية اللي هي مودة نحاول أنه نخليها بالأسفل، بما أنه هي ماخذة مكان الأسفل فهتبقى بأسفل أسفل الخلية. نجي ناخذ نفس النص، ناخذ مصطفى، ناخذ يسر، ناخذ مودي، نلاحظ انه اذا طبقنا النص لمصطفى من جهة اليسار، فتكون مصطفى من جهة اليسار، جينا طبقنا على اليسر من جهة اليمين، هي هتبقى بجهة اليمين لأن النص ماخذ جهة اليمين. مودي نخليها تكون نوسطها بوسط الخلية. طبعا هذه أمثلة لتطبيق محاذاة الخلية من جهة الأسفل وجهة الأعلى وجهة الوسط ومن جهة اليسار ومن جهة اليمين ومن جهة التوسيط. ناخذ الأمر الآخر اللي هو الاستدارة، الاستدارة النص. طبعا هنا استدارة النص ناخذه بزوايا مختلفة. هذا الرمز اللي هو AB وهذا السهم، هذا يشير إلى استدارة النص بالخلية، والاستدارة تكون بعدة أشكال. أما تكون الاستدارة بعكس اتجاه عقرب الساعة، أو يعني زاوية مالتها بعكس اتجاه عقرب الساعة، أو في اتجاه عقرب الساعة، أو نص يكون عمودي، أو استدارة النص إلى الأعلى، أو استدارة النص إلى الأسفل، أو نجي إحنا نختار تنسيق محاذاة الخلية، إحنا نحدد الزاوية اللي نريد بيها يكون النص اتجاه استدارتي.
نطبق مثال، ناخذ نكتب هنا نفس المثال، مصطفى يسر مودي، هذا موجود عندكم بالكتاب. نجي ناخذ مصطفى، نسوي استدارة الناس لمصطفى بالاتجاه عكس عقرب الساعة، فنلاحظ انه صار عكس اتجاه عقرب الساعة. نجي الى يسر، ناخذها مثلا بشكل باتجاه عقرب الساعة، فيكون هذا باتجاه عقرب الساعة. ناخذ مودي، النص يكون عمودي، فنلاحظ انه النص اصبح شنو بشكل عمودي. اي اتجاه تريده تختاره من الاختيار الاستدارة، هذا الرمز اللي هو اي بي، هذا السهم اي بي وسهم تحته، هذا يحدد لك النص بزوايا مختلفة. طبعا اذا اردنا النص يكون بزاوية احنا نحددها، نختار الخلية والخلية اللي تحتوي النص اللي نريد نحدد الزاوية اللي يكون بيها، نختار السهم اللي موجود يم امر الاستدارة، السهم اللي بالاسفل، ونختار الفورمات سيل الاينمنت، نحدد احنا هنا الزاوية اللي نريدها. مثلا نريد الزاوية تكون 36، فنجي نقول له اوكي، فحيصير اتجاه النص بزاوية 30. يعني احنا نحدد التنسيق اللي نريده للخلية، لخصائص الخلية، من خلال اختيار الامر Format Cell Alignment. نجي الى الامر اللي هو اللي تحتوي الالاينمنت، ايضا هو اتجاه النص. مثلا هسه احنا نجي نختار هنا مثال، نكتب مثلا مصطفى، نجي نحدد الخلية اللي نريده. اتجاه الناس يكون من اليسار الى اليمين احنا نحدده، او من اليمين الى اليسار، او نحدد الاختيار الكونتكست اللي هو يسمح للاكسل باختيار الاتجاه السياق، اختيار الاتجاه السياق بالاعتماد على نمط الكتابة اللي نستخدمه. احنا هسه مستخدمين من الرايت الى الليفت. نجي الى الامر اللي هو امر البادئ، شنو هذا؟ ذني اثنينات يطلقون عليهن امر البادئ. يعني هسه الناس اقدر انه المسافة اللي بين الخلية، حدود الخلية والناس، اقدر انه ازيد المسافة. فتلاحظ هسه نضغطت على زيادة، زادت المسافة اللي بين الخلية وبين الخط. اقدر انه اقلل انقص من المسافة اللي بين الناس وحدود الخلية، مجرد انه اضغط عليها حتى تنقص المسافة اللي بين الخلية، بين حدود الخلية وبين الناس. فاذا هذه المسافة البادئة للزيادة و تنقيص المسافة بين الحد ونص الخلية. نجي الى مثال اخر، ناخذ اللي هو الوير ريب تكست، اللي هو هنا معناها انه اظهار كافة محتويات في الخلية، نظهر كافة المحتويات في الخلية. مثلا يكون النص حجمه كبير، يعني هسه نكتب مثلا مصطفى علي السين، نلاحظ انه الخلية اللي هي اي 10 تحتوي على ناس، هذا الناس يكون اكبر من الخلية. فاحنا نقدر انه نسوي نظهر كل الناس داخل الخلية اللي هي اي 10، لان هنا الناس صار خارج حدود الخلية، فنريد احنا نخليه داخل الخلية، فنستخدم الريب تكست. يستخدم هنا عدة سطور
ضمن خلية واحدة، يعني يظهر لنا كافة محتويات الخلية، مجرد أن أضغط عليه فتطلع مصطفى علي حسين. نجي عندنا طريقة أخرى أو أمر آخر، اللي هو مثلا نكتب مصطفى علي، نكتب هنا حسين مصطفى علي، مصطفى علي حسين. نسوي عملية انه نريد احنا ندمج اكثر من خلية، ندمج خليتين او اكثر ونعتبرها خلية واحدة، فنختار الخليتين اللي نريد ندمجها او اكثر من خلية، مثل خليتين او ثلاثة، ونقوم بعملية دمجها. نختار المرج ان سنتر، هنا من مجرد ضغط على هذا الامر فحتتوسط الخلية، بتوسط النص داخل الخلية ويصير مرج المن لخليتين، يعني الخلية A12 B12 صارت هي خلية واحدة اللي هي A12. اكو ملاحظة يجب ان ننتبه اليها، اذا دمجنا خليتين مثلا اخذنا هاي الخلية سمينا حسين علي، جينا سمينا هنا الخلية الاخرى مصطفى، من اريد ادمج هاي الخليتين نفس الامر اني حستخدمه، خلية الاي 15 بيها حسين علي والخلية بي 15 بيها مصطفى، فريد ادمجها، من اقول له دمج مرج حيدمج لي النص ويخليه بالوسط، فحيلغي يقول لي هنا انه الخلية الثانية محتوياتها حتلغي، فاقول له اوكي، فحتبقى فقط حسين علي اللي كانت موجودة بالخلية اي 15. هاي بما يخص مجموعة الالاينمنت، مجموعة المحاضرات.